اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، والى نشرة رياضية مفصلة نستهلها بالعناوين. بهمة عالية منتخبنا الوطني يواصل استعداداته لملاقاة لبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر. الأوساط الرياضية تدعم أسود رافدين قبل مواجهة لبنان في تصفيات كأس العالم. وبعد الفوز على فلسطين اليوم، منتخبنا الأولمبي يواجه نظيره الإماراتي في الجولة الثانية لبطولة غرب آسيا. يواصل المنتخب الوطني بكرة القدم استعداداته لمواجهة لبنان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ويلتقي المنتخبان على الأراضي القطرية في الجولة الثالثة من التصفيات، حيث يعول أسود رافدين على التأريخ في مواجهة منتخب الأرز. تؤكد مواجهات المنتخبين تفوق العراق بفارق كبير على لبنان، وستقام المباراة يوم غد الخميس على استاد خليفة الدولي في الدوحة. وسيلتحق اليوم اللاعبان أحمد فاضل ومحمد داود بتدريبات المنتخب الوطني التي ستقام على ملعب نادي العربي. ما بين ذلك المنتقد وما بين المحب والمعارض، رحلة أسود الرافدين تستمر بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر، وإن هذه الأرض هي ذاتها ملعبا مفترضا لأبناء النهرين أمام منتخب لبنان الذي سيلاقي الأسود مساء يوم الخميس في اختبار عنوانه مصارحة الجمهور، الذي لم يكن راضيا على أداء المنتخب بعد الخسارة القاسية من إيران. ورد الدين لمن صفق للاعبين رغم الغيابات هو ما ينتظره الجمهور من المنتخب والجهاز الفني بقيادة أدفوكات، الذي يعلم بمدى صعوبة المهمة مع غياب عدد من العناصر الأساسية للإصابة أو الحرمان، لكن تجاوز جميع هذه الظروف يأتي بتحقيق الانتصار في موقعة الخميس أمام منتخب أهل الأرز في مواجهة يسعى بها أبناء النهرين لمصارحة الجماهير. عماد الركابي، العراقية الرياضية. تبقى المؤازرة من قبل الشارع الرياضي متواصلة لأسود رافدين قبل مواجهة لبنان من أجل إكمال مهمته بشكل صحيح وإيجابي للتواجد في مونديال قطر 2022. الهولندي أدفوكات قاد الفريق برحلة لم تكن سهلة في مباراتين، الأولى أمام الشمشون الكوري والتي خرجنا منها بنقطة أعطت بادرة أمل لكل جماهير الأخضر نحو السير بخطى جيدة، والثانية فقدنا بها 3 نقاط أمام إيران ما صدعت حائط الثقة الذي بناه اللاعبين في غمار التصفيات الآسيوية الحاسمة. لكن هذا لا يعني إنها نهاية المطاف، فما زال هنالك الكثير من المواجهات، وعلى الأسود قطف النقاط الثمينة بكل لقاء ليتمكنوا قدر الإمكان من الابتعاد عن الحسابات المعقدة التي لا فائدة منها سوى التفكير بتعمق بكيفية حلها والخروج منها وفق المعطيات الصحيحة. المفروض ندعمهم، ما نسقط بلاعبينا مهما يكون ذول هم شبابنا، المزين نقدر نقومه والزين خوه هو نخليه على الراس، ولا ننسى احنا اصحاب غيره، احنا امراض نلعب بغيرتنا قبل ما نلعب برجلينا، معروفين علينا من زمان بطولات الخليج والقبلها ولحد هاللحظه، وخذ بطوله اسيا الحمد لله والشكر. هسه المفروض يعني كل احنا نتكاتف لاجل هذا البلد. قلت لك يكون كل لاعب بالملعب بروح الرجل يلعب، روح رجالية قتالية حتى نتمكن. المنتخب اللبناني مو ذاك المنتخب القوي والصعب، وبالعكس يعني ممكن نتمكن وممكن نصعد، ماكو اشكال. المؤازرة والدعم الكبيرين للأسود يجب أن يبقى لآخر المطاف دون انقطاع من قبل أبناء الرافدين في هذه المهمة الوطنية الكبيرة لإكمالها على أتم وجه، والتي يسعى من خلالها الأخضر العراقي تسلق شجرة الأرز بنجاح كبير لإطلاق الفرحة المنتظرة لشعبهم الذي يترقب منهم بشارة الخير. هيا أيها الأخضر العراقي، ارفع رايتك الجميلة وكن قائد النصر الذي يقهر خصومه بإرادته وغيرته المعروفتين لتكسر بها السلاسل.
المتينة، زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد. يواجه اليوم منتخبنا الأولمبي منتخب الإمارات على استاد الأمير سعود بن جلوي بتمام الساعة 9:30 مساء ضمن بطولة غرب آسيا. ويسعى منتخبنا الأولمبي لتحقيق النقاط الكاملة في هذا اللقاء لفك صدارة المجموعة الثانية وتعزيز حظوظه للتواجد في دور النصف النهائي للبطولة بعد فوزه في المباراة الأولى على نظيره الفلسطيني بهدف دون رد. وشهدت آخر وحدة تدريبية للمنتخب مشاركة اللاعب زيدان إقبال محترف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت 23 عاما بعد أن دخل اللاعب نظام الفقاعة، وغاب عن المباراة الأولى قبل أن يدخل مع تدريبات المنتخب الجماعية. تعد فترة توقف دوري الممتاز خلال أيام فيفا طوق نجاة لبعض أندية المسابقة لتصحيح أوضاعها، فيما يرى البعض الآخر هذه الفترة فرصة ممتازة لتحسين واقعها الفني. لنتابع. هبوط اضطراري لطائرة دورينا أراح الكثير من الأندية في المسابقة المحلية الأغلى، فتوقف المنافسات من أجل أيام فيفا ومنها مباراتي المنتخب الوطني أمام لبنان والإمارات في التصفيات المونديالية يعد طوق نجاة لمن تبعثرت أوراقه في الجولات الثلاث الأولى. تستغل فرق الدوري الممتاز فترة التوقف لتصحيح أخطائها أو تحسين واقعها الفني خلال هذه الفترة قبل استئناف المسابقات، أمر يضعه بعض المدربين إنقاذا لفترة الإعداد القصيرة التي لم تكن كافية بحسب الكثيرين منهم، فيما يرى البعض الآخر من المدراء الفنيين فترة التوقف فرصة استشفاء وتوزيع جهد للاعبيه. فعلى الرغم من أن ما لعب من دورينا ثلاث جولات فقط، إلا أن في عرف المنافسة عند بعض الفرق يعد ضغط البدايات هو الأصعب في الموسم. بين وحدات تدريبية مكثفة ومباريات ودية، هكذا سيستثمر مدربي أندية دورينا فترة التوقف التي ستبعد عنهم ضغط الجماهير التي لا تركز الآن إلا على أسود الرافدين. العراقية الرياضية، أرشد العطار. كشف رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم حيدر عوفي عن مصير مباراة النجف مع الديوانية التي كانت حساب الجولة الأولى من الدوري الممتاز بكرة القدم. وقال عوفي في حديث للعراقية الرياضية أن مباراة النجف والديوانية تم اعتمادها بخسارة الديوانية بشكل رسمي ولا يمكن إعادة المباراة. يذكر أن الحكم أنهى المباراة قبل بدايتها بسبب عدم وصول شعار من الفيفا بخصوص الشكوى التي رفعها المحترف الصربي نيدوفيتش على إدارة الديوانية. بيّن مدافع نادي زوراء نجم شوان أن الإصابة التي يعاني منها تحتاج إلى عملية جراحية في ألمانيا ويجب إجراؤها كي يعود إلى اللعب من جديد في أسرع وقت ممكن. وقال شوان أن التدخل الجراحي أصبح ضروريا وأن الخلع في مفصل الوركة قد عاد إلى مكانه، لكنه يحتاج إلى عملية جراحية كي يعود إلى الملاعب من جديد في فترة قريبة، مشيرا إلى أن الاستشفاء من دون تدخل جراحي غير ممكن وقد يستمر لمدة طويلة، وأن إدارة نادي زوراء متواصلة معه بشكل مستمر ودائم. يواصل فريق الشرطة بكرة السلة تدريباته ضمن معسكرها التدريبي المقام في محافظة دهوك استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد. وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي الشرطة حسين الخرساني أن فريق السلة بدأ بمعسكر تدريبي في محافظة دهوك استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز باللعبة، مبينا أن المعسكر سيستمر لمدة 14 يوما. وأضاف الخرساني أن المعسكر ستتخلله مباريات تجريبية فضلا عن الوحدات التدريبية الصباحية والمسائية بقيادة مدرب محمد فاضل وبتواجد جميع اللاعبين. يواصل منتخب الناشئات لكرة السلة تدريباتهم في العاصمة بغداد تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لتحدي المهارات الأساسية تحت 15 عاما، والمقرر إقامتها أونلاين يوم غد الخميس على قاعة الشعب الدولية، حيث ستتنافس لاعبات المنتخب أمام منتخبات إسبانيا
وبتركات وتونس بواقع 7 مباريات خلال يومين. وقال مدرب منتخب الناشئة زرقار محمد إن تحضيرات المنتخب جيدة وسيدخل المنافسة بشعار الفوز وليس الاكتفاء بالمشاركة، لا سيما بعد خوضهم تدريبات مكثفة في محافظتي بغداد والسليمانية. عقد الاتحاد العراقي لكرة اليد برئاسة محمد هاشم الأعرج اجتماعا في مقر الاتحاد، وذلك لمناقشة عدد من القضايا حيث تم اتخاذ عدد من القرارات. وتقرر في الاجتماع إقامة بطولة كأس السوبر في 16 من الشهر الحالي لافتتاح الموسم الجديد 2021-2022. وكذلك تم تحديد 22 من الشهر الحالي موعدا لانطلاق الدوري الممتاز. وكذلك تمت الموافقة على مشاركة المنتخبات الوطنية في بطولة التضامن الإسلامي في تركيا، ودورة الألعاب الآسيوية للمنتخبات الوطنية في الصين، وبطولة الصين الدولية للمنتخبات الشبابية. نظم الاتحاد المركزي للكرة الطائرة بطولة العراق الأولى للكرة الشاطئية بالتعاون مع منتدى شباب ورياضة صلاح الدين وبمشاركة 18 فريقا. الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطائرة وبالتعاون مع منتدى شباب ورياضة صلاح الدين يقيم في قضاء الدور المجمع السكني بطولة العراق الأولى للكرة الطائرة الشاطئية والتي تستمر لثلاثة أيام. هذه البطولة لأول مرة تقام في محافظة صلاح الدين، ونعتبر هذا إنجاز لهذه المحافظة، وإحنا نفتخر بحضور الأندية الرياضية المشاركة في هذه البطولة بعدد 17 نادي، وهذا يعني لأول مرة تقام، لكن إن شاء الله قادم الأيام سنستضيف بطولات أخرى، وسبق أن استضافت محافظة صلاح الدين المنتخب الوطني للقوس والسهم والمنتخب الوطني للريشة الطائرة. البطولة شارك فيها 17 فريقا من مختلف المحافظات العراقية، قسمت فيه الفرق المشاركة إلى 4 مجاميع تتنافس فيها على لقب البطولة. تقيم الاتحاد المركزي لجنة الشواطئ البطولة الأولى في محافظة صلاح الدين، وتتكون من 17 نادي للمشاركة في هذه البطولة، البطولة الأولى التي تقيمها محافظة صلاح الدين، ومشاركة 17 نادي ومن ضمنها نادي الجيش ونادي المصافي ونادي نشتمان ونادي قرقوش وبعض الأندية، يعني إن شاء الله نتمنى تكون بطولة جميلة إن شاء الله وتتكرر إن شاء الله. عندنا بطولة ثانية هم في محافظة الأنبار في قضاء الحبانية. يقيم الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة بطولة العراق الأولى في محافظة صلاح الدين بالكرة الطائرة الشاطئية بالتعاون مع منتدى شباب ورياضة صلاح الدين الأيوبي في قضاء الدور المجمع السكني للفترة من 3/10/2021 ولغاية 6/10/2021. مثل ما شفتوا اليوم جرى إعداد القرعة ونظام البطولة. نظام البطولة جرى وفق نظام التسقيط الزوجي وبخمس مجموعات. نأمل أن تكون بطولة ناجحة تليق بسمعة الرياضة العراقية. الطائرة الشاطئية التي تستضيفها محافظة صلاح الدين لتكون بذلك انطلاقة لتطويرها ومواكبتها عالميا. للقناة الرياضية العراقية صالح السامرائي صلاح الدين. نظم الاتحاد العراقي للشطرنج بطولة العراق التي يسعى من خلالها لاختيار أنسب اللاعبين للمنتخب الوطني. هنا يأخذ التفكير مزاجه ويسلطن حتى تتحقق النتائج. تلك النتائج يبحث عنها اللاعبون ومن كلا الجنسين في بطولة العراق للشطرنج. حقيقة هي لعبة فردية، هذه البطولة بطولة فردية ليست فرقية، ولكنه شاركوا أكثر من 11 محافظة عراقية اللي يمثلون هم اللاعبين البارزين في هذه المحافظات العراقية سواء كان من الشمال والوسط والجنوب. البطولة طبعا بطولة قوية، هذه بطولة نهائي العراق للرجال مرحلة أولى، شاركوا 34 لاعب ولاعبة يتأهلون 5 لواعي حتى
يترشحون للمرحلة الثانية اللي هي نهائي العراق المنتخب الرجال. احنا كنساء منتخب شاركنا بالبطولة لأجل تقوية المستوى يعني تطويره، من نشارك بطولات خارجية تكون مستوانا زين. البطولة تعد الأبرز والأهم في نفوس اللاعبين، فمن يحقق المراكز الأولى سيحجز مقعدا له في المنتخب الوطني، وهو ما شكل حافزا كبيرا لدى اللاعبين في إبراز طاقتهم الذهنية بهذه اللعبة. شاركت ببطولة عرب في إمارات وطلعت الرابعة العرب ولقبوني باللقب اللاعب المثالية، وشاركت ورحت لإيران شاركت ببطولة آسيا وطلعت السادسة على آسيا. جيت أشارك هذه البطولة على مود أكون مترشحة بين 5 الأوائل بطولة منتخب العراق. شاركت في بطولة نهائي العراق اللي تتكون أفضل لاعبين العراق الموجودين به 30 لاعب، ترشحوا منهم 5 للأسف ما قدرت أترشح، لكن إن شاء الله السنة الجاية. أنا زيد علي كاسب بطل محافظة البصرة، الأول على العراق على 16 عام والثالث عربيا. مشاركتان تنتظران المنتخب الوطني في الإمارات وسوريا، ما يكسب الانتصار هنا سيحجز مكانه مع منتخب العراق في هاتين البطولتين. أحمد ياسين، العراقية الرياضية. هذا وتأهلت 5 لاعبات إلى صفوف المنتخب الوطني لتمثيل العراق في الاستحقاقات المقبلة بعد اختتام بطولة العراق للسيدات بالشطرنج. طبعا بعد جائحة كورونا الحقيقة هذه البطولة هي البطولة الثانية بعد شبه نهائي العراق. كانت البطولة قوية حقيقة، بطولة الرجال مشارك فيها 34 لاعب ولاعبة، زجينا المنتخب الوطني العراقي النسوي مع بطولة الرجال من أجل أنه يحتكون ويستعدون استعداد للمشاركات الخارجية وشارك في بطولة السيدات المرحلة الأولى أيضا 17 لاعبة. الغرض من هذه البطولة هي ترشيح 5 لاعبين و5 لاعبات إلى نهائي العراق المرحلة الأخيرة سواء للرجال أو النساء. هذه المرحلة الأولى من بطولة نهائي العراق للنساء. شكرا لقائم من هذه البطولة، شكرا للاتحاد الدولي. هناك منافسات قوية جدا للتأهيل للتأهل للنهائي العراق للنساء. نتمنى أن نمثل البلد في البطولات العالمية والآسيوية، علما أني اسمي مترشح من ضمن 5 الأوائل. مثلت العراق في بطولة آسيا والعرب. بطولة نهائي العراق سويناها مرحلتين، هذه المرحلة الأولى شاركت بها 17 لاعبة و34 لاعب. أيضا زجينا بفريق الفريق العراقي للفئات العمرية، عندنا لاعبات متميزات سجلناها في هذه البطولة استعدادا لبطولات العرب. كانت بطولة قوية جدا ورفعنا بها مجموعة لاعبين راح يصعدون للمرحلة الأولى اللي هي بطولة نهائي العراق. وللمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملاحظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وإنستغرام. شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.